أهلا وسهلا بكم أحبائي الصغار، الشخص إليكم كثيرا. اليوم سأتطرق وإياكم إلى مكون جديد، فأنصتوا جيدا لما سأقوله لكم في هذه المراحل. مكون اليوم هو الإملاء. درسنا الجديد عنوانه التاء المبسوطة، والسؤال الذي أريدكم أن تتمكنوا من الإجابة عليه في نهاية الحصة هو: أين ومتى تكتب التاء المبسوطة؟ فأنصتوا لجميع المراحل. تكتب التاء المبسوطة أعزائي الصغار في الأفعال والأسماء، ولكن متى؟ هذا ما سنجيب عليه في المراحل اللاحقة، فاستمروا في المتابعة. سأبدأ لكم تلاميذي بالأفعال، فالأفعال كلها ودائما تكتب بتاء مبسوطة، مثل: خرجت، كتبت، غسلت، نجحت، إلى غيرها من الأفعال التي تعرفونها. أما الأسماء فهي لا تكتب دائما بتاء مبسوطة مثل الأفعال، بل تكتب بتاء مبسوطة في أربع حالات سنتعرف عليها. وهذه تلاميذ الأعزاء هي الحالات التي يمكن أن تكتبوا فيها الاسم بتاء مبسوطة. الحالة الأولى: إذا كان قبلها سكون، أي إذا كان قبل التاء سكون، وهذا واضح في المثال عندنا: بيت، فالياء مكتوبة بسكون، لذلك كتبنا التاء مبسوطة. أما الحالة الثانية فهي: إذا كان قبل التاء مد بالواو، والمثال يبين ذلك: قوت، فهناك قبل التاء المبسوطة مد بالواو. أما الحالة الثالثة التي يمكن أن تكتب فيها الاسم بتاء مبسوطة هي أن يكون قبل التاء مد بالياء، وكذلك هذا يبينه لكم المثال: بسكويت. أما الحالة الرابعة والتي يمكن أن تكتب فيها أيضا الاسم بتاء مبسوطة فهي أن يكون قبل التاء مد بالألف، مثل بنات. أرجو أن تكونوا قد استوعبتم هذه الحالات التي يمكن أن تكتبوا فيها الاسم بتاء مبسوطة. هذا التمرين الذي ترونه أمامكم أريدكم أن توظفوا فيه ما فهمتموه من الدرس، والمطلوب في التمرين هو كالتالي: أريدكم أن تصلوا لي كل كلمة من الكلمات الموجودة أمامكم بسبب كتابة تائها. الكلمات الموجودة هي كالتالي: صوت، كتكوت، أكلت. أريد أن تبينوا لي هل كتبت بتاء مبسوطة لأنها فعل، أو لأن إحدى هذه الكلمات قبلها مد بالواو، أو ربما لأن قبلها سكون. أريدكم أن تصلوا كل كلمة بسبب كتابة تائها. ركزوا جيدا وسأعطيكم مهلة كافية للتفكير.
أتمنى أن تكونوا قد وصلتم إلى الأجوبة التالية: الكلمة الأولى صوت، كتبت بتاء مبسوطة لأن قبلها سكون وهو ظاهر فوق الواو. أما الكلمة الثانية فهي كتكوتن. إذا من خلال نطقي للكلمة يظهر واضحا أن هناك قبل التاء مد بالواو. أما الكلمة الأخيرة فهي أكلت، ونوع الكلمة هو فعل، لأنني يمكن أن أقول أنا أكلت، أنت أكلت، هي أكلت. وكما قلت لكم فالأفعال دائما وكيفما كانت تكتب بتاء مبسوطة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم. أطلب منكم أن تنجزوا التمرين الأول والثاني في الكتاب المدرسي الصفحة 106 من مكون الإملاء كي توظفوا فيه مكتسباتكم من هذا الدرس. وإلى اللقاء في حصة أخرى من مكون آخر.